آدم، هل يمكن أن نذهب إلى السوق؟ حسناً، أنا موافق. سيدي، هل تقبل أن أعمل معكم في المكتب؟ نعم، لا مانع عندي. تاكسي، هل توصلني إلى قطر مول من فضلك؟ طبعاً، بكل تأكيد. كريم، هل يمكنك أن تعطيني الهاتف لو سمحت؟ حاضر، بكل سرور. أمي، هل يمكن أن تشتري لي معصفا جديدا؟ إن شاء الله، لا مشكلة عندي. أبي، هل يمكن أن نخرج إلى الحديقة؟ حسنا، لا بأس.